مرحبا، معكم مرفت الوكيل مدير التسويق والترويج بمجوهرات جوهرة. طبعا مجوهرات جوهرة هي شركة إماراتية تمتد فروعها حول العالم من خلال سلسلة متاجر عددها 240 فرع، متمركزة في دول الخليج، مصر، لبنان، الأردن، بريطانيا وموريشيوس. تشارك مجوهرات جوهرة لأول مرة في معرض جواهر الإمارات نسخته في إكسبو خورفكان من خلال تقديم مجموعة من المجوهرات الذهبية التراثية، مجموعة واسعة من المجوهرات الماسية واللولو، وكمان بنقدم خصم خاص لأول مرة هو عبارة عن 55% ديسكاونت أو خصم على تشكيلة مختارة من مجوهرات الماسية واللولو.